السلام عليكم. متواصلين في الحديث عن تربية الدجاج الأبيض. النهاردة بنتكلم على أكبر مشكلتين أو أكبر خطأين ممكن يحصلوا في تربية الكتاكيت، سواء كان عدد كبير 1520 كتكوت واحد حلقة. الخطأين متعلقين بمصدر التدفئة، سواء كان اللمبة أو الدفاية الكهربائية أو الدفاية حتى اللي هي بتاعت المزارع اللي بتشتغل بالأنبوبة بتاعت البوتاجاز. والخطأ الثاني بتاع المية. هنبدأ بالخطأ الأول اللي هو خطأ اللمبة بتاعت أو خطأ مصدر التدفية. كتير من الناس ما بتربطش أو ما بتثبتش اللمبة كويس، فاللمبة دهيت لأي سبب ممكن تقع على النشارة. النشارة لما بتسخن بتتدخن بتتحرق، فممكن تحرق الكتاكيت بتاعتنا أو تحرق النشارة. المهم في الآخر هينتج عن اللمبة أو حريقة في النشارة أو في البلاستيك اللي تحتهم، فبالتالي ممكن تموت الكتاكيت من الاختناق أو يموتوا كلهم والنشارة تتحرق. وممكن لو بنربي في أوضة على الأرض تحصل حريق في المكان، فلابد النمط دهيت يكون الدويل دويل غالي نظيف حاجة محترمة، علشان كتير من الدويلات اللي هي السمرة دهيت بتتحرق بتسيح بسبب ان اللمبة دهيت بتطلع حرارة مرتفعة جدا جدا جدا. وممكن كمان ان السلك ما يكونش مثبت على الحاجة كده فوق الكتاكيت، فبالتالي ممكن تقع اللمبة وتعمل لنا حريق للمكان وللكتاكيت اللي عندنا. نفس القصة بالنسبة للدفاية الكهربائية. في ناس ممكن بتحط الدفاية على اي حاجة او على اي مكان، الدفاية دي ممكن تقع تعمل مشكلة. لو الدفاية وقعت ممكن تفصل، بس ممكن تخلي الكتاكيت بتاعتنا تجي لها برد بسبب ان الدفاية انطفت، مصدر التدفئة يعني انقطع عن الكتاكيت. فلابد ان احنا نثبت الدفاية الكهربائية كويس. الدفاية اللي هي بالانبوبة اللي هي عاملة زي طبق الدش، لابد ان الدفاية ده هي تثبت بجنزير. في ناس بتثبتها بحبال وحاجات كده. طبعا يا جماعة دي نار بتسيح وبتاكل اي شيء، فلابد ان احنا نثبت الدفاية، عشان انا شفت حوادث ومزارع بتتحرق كتير جدا جدا بسبب ان هو بيربط او ينسى يسيب دفاية واحدة، يبقى رابط كله بجنازير ويجي على واحدة يقول لك يا عم ربنا هيسترها، وفجأة الحب ده هو بيتقطع بسبب الحرارة وتحصل حريق. لان معظم المزارع بتكون سقفة في ببوز بقش بحيات كده كلها قابلة للاشتعال. فبالله عليكم يعني خلي بالنا من مصادر التدفئة دهيت، لان الواحد بيشوف حرايق بسبب الحاجات او بالاسباب اللي بقول عليها دهيت. الخطر التاني او المشكلة الكبيرة التانية ان في ناس بتجيب عدد صغير من السقايات بتاعتها، او بتنسى او بتروح مشوار وتسيب الكتاكيت بتاعتها او الكتاكيت بتاعتها بتعطش، فبالتالي يجي يحط ميه للكتاكيت. الكتاكيت بتبقى ميته من العطش، عماله تاكل علف وحصلتها انتلت وعايزه بقى ميه تطفي الاكل دهوت. فيقوم مالي بسرعة السيئات، تقوم جاية الكتاكيت مزدحمة على المية، فتقوم جاية الكتاكيت مبلة صدرها وجسمها، فالكتاكيت تتكون فوق بعض تجيب لبعض إسهال وبرد. طب إيه الحل في المشكلة ده هي؟ لو أنا عندي 10 20 100 200 واتأخرت على الكتاكيت، أو لقيت السقايات فضيت من عند الكتاكيت وانا مش عارف لسه خلصانه دلوقتي ولا لا، المهم انا لقيت السقايات جافه، لابد ان انا ارفع السقايات بتاعتنا
على اي حاجة عالية، وليكن قارب طوب، حتة بلاطة زي ما انتم شايفين اهوت. رفعت انا السقاية على غطا اهوت هنا اهو، على غطا، على قارب طوب، على بلاطاية. في دلوقتي عاملين عند الناس اللي بيبيعوا مستلزمات الدواجن والمكاتب اللي بتبيع كتاكيت، عندهم عاملين شيالات حديد، وانا كنت استعرضت ازاي نصنع شياله للسقايات وشياله للعلافات في الفيديو، بحيث ان لما يحصل ازدحام يا دوبك الكتكوت زي ما انتم شايفين اهو ينزل المنقار بس، فبالتالي مش هيغرق نفسه، هيشرب. وارد ان هو يجي له اسهال، بس اسهال طبيعي لان هو شرب كميه ميه على كميه ميه كبيره وهو عطشان. فبالله عليكم مساله الاضاءه، مساله التدفئه، الالات اللي بندفي بيها نربطها كويس. وبالنسبه لمساله العطش، لابد ان احنا لما الكتاكيت تعطش، وانا نسيت الكتاكيت لاي سبب، رحت مشوار الا حصل، وجيت قبل ما انزل ميه، او اشتريت الكتاكيت من عند الراجل وسبتها فتره في الكرتونه، وجيت احط لهم ميه، لابد ان انا ارفع السقايه بتاعتهم على قالب طوب، على اي حاجه ارفع السقايه، بحيث المنقار بس او الراس بتاعتهم هي اللي تكون في السقايه. وبكده هنكون تفادينا مساله ان يحصل حريق، او ان الكتاكيت بتاعتنا يجي لها برد او اسهال بسبب يعني الخطأين دهم. ان شاء الله هنتواصل في الحديث عن معلومات كثيرة ان شاء الله في التربية دهيت. شكرا لحضرتك.